الخير والنور والكرامة. من زمان ما طلينا عليكم، شلون عليكم قطر وقال علي؟ اي والله انا هني بقطر، قسم بالله اتمنى اكون اجنبي احسن ما اكون قطري. يا اخي عايش ومتدلع ومتنغنغ وافتح شركات واجيب عمال وعندي وصايط واتوظف قبل قطري ومعاملتي خاصة واتقرب فوق حق كل شيء كل شيء كل شيء اقدر اسويه انا، بس القطري لا. يعني لما افتح انا امس على قولتهم الاخبار الاقي ان اعلى دخل فرد في العالم القطري. العالم السونسي ترى اعلى دخل في فرد في العالم، زين ازيك من شعر بيت، اغلى بلد في العالم واغلى معيشه في العالم واغلى تذاكر من في القطريه من العالم علي انا، واغلى كل شيء اغلى في العالم. يعني لا تستانس اغلى دخل فرد في العالم، تدري ان هذا الفرد ملعون يد اليابه كله ديون ولا بس مستانسين تصدر؟ يعني يا عمي احنا في مجتمع صغير، سياسة المجلس المفتوح قبل كنا نعرف وين نروح نشتكي